التعليق على الملف السوري. مشاهدينا، ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول المحلل السياسي السوري الاستاذ صالح فاضل. اهلا بكم استاذ صالح الى هذه النشره الاخباريه والجوله الاخباريه. مع استمرار قوات النظام بقصف الغوطه واعلان الصليب الاحمر عن تعليق المهام الانسانيه، كيف ترى تعاطي المجتمع الدولي مع ازمه الغوطه؟ حقيقة المجتمع الدولي يتعاطى ببرود عجيب، وكأن أهل الغوطة خارج الدائرة الإنسانية على الكرة الأرضية. المجتمع الدولي أرى أن في تعامله مع ملف الغوطة هو تعامل لا يقل سوءا عن تعامل بشار الأسد وزبانيته والروس تماما. كيف يصبرون ويصبرون؟ ليس يصبرون، كيف يرضون أن تجرح الإنسانية هذا الجرح الدامي في ضميرها وفي إحساسها وفي مبادئها؟ والله إن الحيوانات لا تخجل من 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 هذه الجرائم التي تنهال أنهار من الدماء يوميا في الغوطة، ولا يخجل المجتمع الدولي من سكوته. أين البوارد الأمريكية والفرنسية التي صرعتنا بها الواشنطن بوست وغيرها من الصحافة أنها قد وصلت اليونان وتجهز ضربة للنظام الروسي من أجل الغوطة؟ أين كلام ترامب الذي يقول أننا سنضرب هذا النظام كونه استخدم الكيماوي؟ إنها فرصة، تلو الفرصة لنظام بشار الأسد ليقتل أهلنا بالغوطة وليجهز على ثورتنا. يعني ما أسباب أستاذ صالح، ما أسباب محاولات النظام إخراج أهل الغوطة من خلال ما يراها المراقبون، يعني بأنها ستكون هناك سياسة أرض محروقة في الغوطة في حال خروج الأهالي؟ حقيقة الغوطة تعرف أنها يعني على يعني على مقربة من دمشق، وهي المنطقة القوية التي تهدد العاصمة دمشق التي هي مركز سوريا وعاصمة سوريا، وبالتالي هي النقطة التي يمكن أن تهز عرش بشار الأسد، ولذلك الضربات قوية إضافة إلى البنية السنية النقية المتلاحمة ذات النسيج الواحد اللي هي الغوطة. لا يوجد فيها أغراب، لا يوجد فيها أقليات، هي نسيج واحد. يريدون أن يفككوا هذا النسيج حوالي دمشق قبل إعلان الحل السياسي في سوريا. تخريب للبنية السكانية في سوريا، لا يريدون لشهامة أهل الغوطة أن تنتقل كقدوة إلى باقي الشعب السوري. يريدون أن يلقنوا أي بطل في سوريا درسا من الإجرام حتى يقتلون الشجاعة والمروءة في نفوس الشعب السوري، وعلى رأسهم أهل الغوطة، لأنهم هم الأكثر شهامة والأكثر شجاعة والأكثر تلاحما رغم بعض الخلافات التي يروج لها الإعلام هنا وهناك. فأهلنا بالغوطة نسيج يفتخر به الشعب السوري، وبطولات تفتخر فيها الأمة في مشارق الأرض ومغاربها. نعم، هناك حديث هذا يريد أن نعم أستاذ صالح، هناك حديث عن تحرك الغوطة. هناك حديث عن تحرك قطع بحرية أمريكية تجاه السواحل السورية. برأيك هل من الممكن أن تنفذ أمريكا ضربة للنظام وفق قرار مجلس الأمن الدولي بسبب عدم التزام النظام بقرار مجلس الأمن الدولي؟ من الممكن، لأن الرأي العام الدولي الشعبي أقصد ما بقى يستحمل هذه المزيد من الجرائم أنهار الدماء. فربما يعني لم يعد يستحمل. لماذا مضى 7 سنوات على الثورة السورية والمجلس بشكل عام، مجلس الأمن الدولي والرأي العام الدولي واقف موقف المتفرج، لماذا تحرك الآن؟ أنا لا أقصد الرأي الدولي هو رأي الحكومات، وإنما الشعوب. هناك تظاهرات أمام البيت الأبيض، في برلين، في بون، في جنيف. هناك التحركات، الحراك الثوري السوري في كل مكان من السوريين الموجودين في الغربة، بالإضافة إلى المتعاطفين من المجتمع الأوروبي، الإعلام وغير ذلك. كل هذه الأمور تساهم. ربما تقوم أمريكا مثل ما ضربت سابقا أثناء مجزرة خان شيخون وغيرها، ضربة أو ضربتين، لكن مثل ما أقول ليست ضربة تحسم الموضوع. هل تضع أمريكا نفسها في مواجهة مع روسيا بعد التصريحات الروسية الأخيرة بأن من يعتدي على نظام الأسد هو اعتداء رسمي على روسيا؟
أنا أرى أن كل هذه كل ما يحاك في سوريا هناك في معظم الأعمال هناك تنسيق روسي أمريكي إيراني في هذه المنطقة، والخلافات بين الرؤيتين هي خلافات بسيطة جدا على الكعكة السورية، والمجتمع الغربي إن استطاع سيحول سوريا إلى فيدراليات، ومشروع التقسيم يبدو أنه قائم في الذهنية الروسية والإيرانية والأمريكية. ووصلتنا أخبار أن أمريكا بدأت فعليا في التنقيب عن النفط واستغلال آبار النفط في منطقة دير الزور أي المنطقة الأمريكية. إذن هو تحرك مصالح يبدو أستاذ صالح فاضل. نعم تحرك مصالح، نعم. والغرب يساهم في تفتيت سوريا، ونحن نعول على وحدة شعبنا السوري ونقول لهم إن التاريخ سجل مثل أحيانا مثل هذه الانكسارات، ولكن الأمة فاقت من كبوتها، فعلينا غرس القيم النبيلة في أبنائنا وأطفالنا، والمعركة ستطول. شكرا لك أستاذ صالح، وصلت سوريا الفكرة مهما أرجف المرجفون. وصلت الفكرة أستاذ صالح فاضل المحلل السياسي السوري، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.